أخبار اليوم. سنة وانتم طيبين وبدور فعلا، يعني لولا التضحيات بتاعتكم انتوا كشرطة وقوات مسلحة في سينا وفي كل حتة على أرض الجمهورية ما كناش احنا زماننا واقفين وعايشين كده. فتحياتي طبعا ليكم وتهنية ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، واحنا يعني تحت عمكم في أي حاجة، انتوا تستاهلوا كل خير. وتحياتنا طبعا لأسر الشهداء الحقيقة اللي هم يعني ضحوا بأولادهم في سبيل مصر الغالية علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين. Yeah.